مساء الخير أصدقائي، اليوم حبينا نصور الفيديو بصراحة عدة أماكن بمدينة أربيل، نشوف الاستعدادات للسنة الجديدة. الأماكن هي الغزالي ستريت، الأمباير، الفور تاورز، القلعة، يعني هيك مناطق مشهورة. خلوكم معنا. أصدقائي، خلصنا من الغزالي ستريت، هاي الأمباير دايمون. Thank you.
حاليا وصلنا على القلعة، وصراحة الازدحام يعني الشارع يعني كتير 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 ازدحام، فما حسنا بصراحة ننزل ولا في مكان للسيارة حتى. فاضطرينا بصراحة نصور ونحن جوا السيارة. ف طبعا يوم الأربعاء قبل بيومين تقريبا، بعد بكرة هنخلص 21 ونشوف 22 شو أخباره. سوا وجينا يمكن الفيديو الماضي او قبل فيديوين ثلاثة كنا هون بنفس المكان. مشكلة كل الاماكن ازدحام صراحة، يعني رحنا على الامباير نفس الشيء، بشارع غزالي نفس الشيء، بالقلعة نفس الشيء. خلوكم معنا راح نشوف هلا، راح نكمل على عنكاوا نشوف الاجواء هنا كمان. أصدقائي هاي وصلنا على عنكاوا، كانت أعياد ميلاد المجيد. كل عام وأنتم بخير يا رب، إخواننا المسيحيين جميعا يا رب، إن شاء الله سنة خير يا رب على الجميع يا رب. ومثل ما هو مدخل عنكاوا كاتبين عنكاوا مدينة الحب والتآخي أعتقد، فإن شاء الله كلياتنا أخوة. في هي الكنيسة بس الاسم بصراحة أنا، طبعا الأجواء رائعة بصراحة، يعني أنا آسف الكاميرا بتتحرك بس الطريق شوي ما عم يساعدني بصراحة.
مدخل الدوسايد، دوسايد عنكاوا كمان في التحضيرات هاي. طبعا انا عم بلف هو دوار صاير أصدقائي. خلصت جولتنا اليوم، ومثل ما شفتوا رحنا على عدة أماكن، حبينا نكون سوا كلياتنا نشوف التحضيرات تبعت رأس السنة بمدينة أربيل. إن شاء الله سنة خير يا رب على الجميع، وسنة صحة وسلامة يا رب، وخلوكم معنا بالفيديوهات القادمة، فيديوهات جديدة بالسنة الجديدة 2022، وإن شاء الله نشوفكم بالفيديوهات القادمة يا رب. باي باي.